بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد، فيعني سننطلق في قراءة الكتاب الذي وعدنا بختمه في هذا المجلس الكريم المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام بعد طول عمر في خير ولطف وعافية. قال الإمام الجويني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المحلي والجويني في كتابيهما رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين، آمين، رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعنا بكم أجمعين. طيب، نبدأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، فصل. ومعنى استصحاب الحال، سيتكلم الآن في دليل الاستصحاب. هل الاستصحاب وهو الاستدلال بالبراءة الأصلية، هل البراءة الأصلية براءة الذمة دليل يحتج به من الأدلة، وهل كذلك البراءة المشهورة في كتب الشافعية وبعضهم من استصحاب الأمر في الزمن، استصحاب الأمر إلى الزمن الثاني من الزمن الأول، يعني مفهوم، وسيأتي بكلام في هذا المعنى، ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، وهذا المسمى باستصحاب الأصل، استصحاب الأصل، نعم، مفهوم الآن. هل الاستصحاب وهو الاستدلال بالبراءة، براءة الذمة، وجعل براءة الذمة دليلا يحتج به في عدم الحكم، مفهوم، وبالتالي يصير من الأدلة المحتج بها. يقول: ومعنى استصحاب الحال، وهنا يشيء، يعني لاحظ كلام الشيخ الشارح، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به، وهنا ضع عند كلمة يحتج به خط، وفيه إشارة إلى أن هذا من الأدلة المحتج بها عندنا نحن الشافعية، وكذلك أيضا أظن عند المالكية وغيرهم دون الأحناف، فالأحناف لا يجعلونه من الأدلة فيما يعني فيما أعلم. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي، أين كما سيأتي؟ معنى الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب، نعم، أن يستصحب الأصل. استصحاب الحال، استصحاب الأصل، ما معنى الأصل هنا؟ فيقول لك إن الأصل هنا ليس بمعنى الأصل في القياس، وهو الركن الأول اللي هو الصورة المقيس عليها، إنما أو الأصل بمعنى الدليل، إنما المراد بالأصل هنا بمعنى العدم. وهنا ينبغي أن نقف، إذن انتبهوا لقضية الاصطلاح. نعم، سيقول: الأصل أي العدم الأصلي، وسيعرف العدم الأصلي الشيخ المحقق الدكتور أمجد هنا، فيقول: عرف المحلي العدم الأصلي بأنه نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. هذا هو تعريف العدم الأصلي، نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. فإذن لا يثبت العقل ما لم يثبته العقل، ما لم يثبته الشرع، فبالتالي يصير نستصحب العدم، وهو يعني يستدل به على عدم الوجوب أو عدم التشريع في هذا الأمر. فيقول هنا: استصحاب الأصل هو
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. ما صورته؟ قال بأن لم يجده، لم يجده المجتهد، وحط تحت كلمة عدم الوجدان، عدم الوجدان، لم يجده المجتهد، وعند كلمة المجتهد حط تحتها خط، لأن يعني الاستدلال بعدم الوجدان أو بالبراءة الأصلية أو ببراءة الذمة أو باستصحاب الحال إنما يقبل من المجتهد، لأنه هو الذي امتلك الآلة وامتلك الملكة، وهو الذي عنده القدرة على استفراغ الوسع في البحث عن الدليل، وما سوى ذلك فهو في حكم العدم، لا يقبل، ليس بمحل الاحتجاج، لأنه يعني ناقص الآلة وناقص الملكة، فبالتالي لن تكون عنده لوجود هناك قصور، لوجود القصور، لوجود القصور. قال بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، بقدر الطاقة. فلاحظتم معنا هذا الكلام يعني مفيد ونفيس، بقدر الطاقة. صوره، قال كأن لم يجد دليلا، مثلا قال بأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، صوم رجب، شهر رجب معروف من الأشهر الحمر، من الأشهر الحرم، إنما حكم صومه، فهل يجب صومه صوم شهر رجب؟ فيقول لا يجب صوم شهر أو صوم رجب. طبعا هو يعني لطيفة من اللطائف، سنأتي بها في أثناء درسنا. قال كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب. هنا إيه معنى لا يجب؟ نفى، هو نفى وجوب صوم رجب، أي شهر رجب، صوم رجب، تمام. ما دليله؟ قال فيقول لا يجب باستصحاب الحال، هذا هو الدليل. ما هو استصحاب الحال؟ عدم الدليل، العدم الأصلي، نعم، أي العدم الأصلي، وهو حجة جزما، حجة جزما، عفوا، يعني البراءة، براءة الذمة حجة عند الجميع، أما اللي هو الاستصحاب المشهور وهو ثبوت الأمر، الأمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، فهذا حجة عندنا نحن الشافعية وعند المالكية وأيضا الحنابلة، ولا يحتج بهذه الاستصحاب، استصحاب الحال المشهور عند الأحناف، أفهمتم؟ قال وهو حجة جزما. قال وأما الاستصحاب المشهور، وأما الاستصحاب المشهور وهو كأنه يريد أن يقول لك عندنا استصحابان، استصحاب العدم أو يسمى العدم الأصلي أو يسمى البراءة، براءة الذمة، وهذا الاستصحاب الأصلي أو العدم الأصلي أو استصحاب العدم أو استصحاب الحال، هذا دليل جزما عند الأئمة الأربعة، بل قام على ذلك الإجماع فيما حكاه عنهم، يعني حكاه الشيخ الزركشي في البحر المحيط كما سينقل عندكم في التعليق في هامش النسخة. هنا عندنا الاستصحاب العدم الأصلي والاستصحاب المشهور، مفهوم؟ طيب، قال الشيخ هنا وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر، الأمر هنا ثبوته أي ثبوت حكم، في ثبوت الحكم، ثبوت الأمر في الزمن الثاني، أي يعني نقوم بإيه؟ يعني استصحابه إلى الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، لثبوته في الأول، أي لثبوته في الزمن الأول، فحجة عندنا نحن الشافعية، عندنا دون الحنفية، فلا زكاة. هذا مثال لإيه؟ للاستصحاب المشهور، الاستصحاب المشهور وهو الثبوت في الزمن الثاني للثبوت في الزمن الأول. قال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب،
ما هو الاستصحاب؟ استصحاب الايه؟ عدم يعني عدم النصاب، لعدم وجوب الزكاة فيه، استصحابا لايه؟ لعدم وجوب الزكاة فيه، لكونه لم يبلغ نصابا. فصل. ثم ترتيب الأدلة، نأخذ هذا الفصل ثم نشرح في الفصل الذي يليه. قال الشيخ، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي. هنا انتبه لقول كما سيأتي، أين سيأتي؟ في الصفحة التي هي يعني رقم 245 في أول السطر، وهو حجة جزما. فهذا الذي يحتج به جزما، أي بالاتفاق بالإجماع. ومعنى استصحاب الحال، طبعا معروف السين والتاء إذا ما دخلت على الكلمة أفادت الطلب، مفهوم؟ نعم. استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي، أن يستصحب، يعني يطلب يعني من العدم أن يستصحب الأصل. وقلنا المراد بالأصل هنا إيه؟ المراد بالأصل هنا العدم الأصلي، وليس المراد بالأصل هنا الصورة المقيس عليها التي هي الركن الأول من أركان القياس. وكذلك ليس المراد بالأصل هنا الأصل المراد به هنا إيه؟ الدليل. لا تفهم ذلك، بل المراد بالأصل هنا إيه؟ العدم الأصلي. فيصير عندنا هذا من إحدى إيه؟ إطلاقات الأصل. قال: والمراد استصحاب الأصل، أي العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي، ما هو العدم الأصلي؟ يعني عدم استصحابه، يعني نفي، يعني أن ينفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. نعم، وسيأتي ما معنى ما نفاه العقل، يعني ما دل عليه العقل، لم يدل عليه العقل لعدم، يعني فهمتم؟ فيقول يعني أنه في هذه الحالة العقل يدل على عدم وجود الدليل، فإذا هذه الدلالة تستصحب فتصير دليلا على العدم، دليلا على العدم. قال: عند عدم الدليل الشرعي بأن، هذا يعني إيه؟ بدأ يعني يصور لك. قال: بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة. ما معنى بأن لم يجده؟ الضمير في يجده يعود على إيه؟ على الدليل الشرعي. فإذا وقعت واقعة، جاء المجتهد وتطلب حكم هذه الواقعة من الأدلة، فقام المجتهد، وانتبه لهذه الكلمة، لم يجده أي لم يجد المجتهد الدليل الشرعي، فذهب المجتهد إلى ما تحت يده من الأدلة الشرعية، النصوص القرآنية، الإجماع، السنة، الإجماع، القياس، لم يجد ما يدل على هذا الحكم، مفهوم؟ لم يجد ما يدل على هذا الحكم، ما دل على، يعني ما يدل على هذه الواقعة. فماذا فعل؟ ذهب، شوف يعني، لكن لابد أن تضع في يعني في الاعتبار لم يجده، عدم الوجدان، لكن هذا الحكم بعدم الوجود أو عدم الوجدان صدر من من؟ صدر من مجتهد. من هو المجتهد؟ المجتهد المطلق، المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد أو توفرت فيه آلات المجتهد. نعم، وبالتالي لا اعتبار من هذا النفي إذا ما صدر من قاصر عن رتبة الاجتهاد، إذا ما صدر عن قاصر عن رتبة الاجتهاد، لأن يعني نقص الملكة ونقص الآلات مظنة عدم الاستقصاء. ففهمتم؟ فلا اعتبار لهذا الاستصحاب، أي الاستصحاب العدم الأصلي من هذا من غير المجتهد، من غير
المجتهد. وسبحان الله، يعني حصلت مثيلات كثيرة من بعض يعني الفقهاء أو المحدثين أو الذين لهم تبحر في بعض العلوم، وتجده يأتي إلى واقعة من الوقائع ويحكم بحكم بأنه لم يرد وإلى آخره، ثم يحكم على أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو نافي إلى آخره. يعني الشاهد فيه أحيانا يعني يسبق العالم إلى النفي للحكم أو النفي للأمر بناء على إيه؟ عدم وجود الدليل، فيقول لا لم يعني لم يفعله السلف ولم يفعله لم يفعله لم يفعله إلى آخره، فيستدل بعدم الفعل على عدم الوه على عدم الإيه الجواز، فيجعله دليلا على العدم على عدم الجواز ونحو ذلك. فهذا يعني ليس معتبر، ليس هو محل البحث الذي معنا، لكننا يعني نستطرد إلى يعني حالة قريبة منها، فنقول إن هذا أيضا يدل على قصور، يعني عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، لأن يعني عدم الوجدان يصدر أحيانا ممن لم يستقصي في البحث، لم يستقصي في الإيه في النظر، لم يستقصي في يعني في توفر الآلات عنده، يعني الآلات عنده ناقصة ما بلغ رتبة الاجتهاد، أو أن يعني الملكات عنده أيضا ناقصة. قال بأن لم يجده المجتهد، قلنا ما المراد بالضمير في لم يجده؟ يعود على الدليل الشرعي، فإذا ما نزلت واقعة من الوقائع يجب على المجتهد أن يذهب إلى الأدلة الشرعية أولا، فإذا لم يجد الأدلة الشرعية ينطلق بعد ذلك إلى استصحاب الحال، استصحاب العدم الأصلي، فيقول حينئذ الأمر إيه أنه لا يجب يعني الاستصحاب براءة الذمة، فإذا الأصل عدم التكليف في هذا الأمر، فيعني الذمة بريئة من التكليف بالأمر الفلاني كصوم رجب مثلا، فيقول يعني صوم رجب الأصل عدم وجوبه لأن الذمة ليست مشغولة بريئة منه، فلماذا نشغلها بوجوب صوم رجب؟ فلماذا يعني هو ما وصل إلى هذه النتيجة حتى استفرغ، فيقول هنا حتى استفرغ الوسعة، أي استفرغ الوسعة أي استفرغ الطاقة، والمراد هنا بالطاقة عملية الفكر وعملية الاستنباط والاستقصاء النظر في الأدلة وجمع الأدلة، فلا يجد ما يسعفه ويسعده كدليل لهذه القضية أو الواقع، فهمتم؟ نعم. قال بأن لم يجده المجتهد، وقلنا إذن المجتهد انتبه لقضية الإيه؟ إن الاستصحاب أو يعني استصحاب الحال إنما يكون دليلا إذا ما كان صدر من مجتهد، من مجتهد، وانتبه لهذا الإيه القيد، من مجتهد بعد البحث، أما من مجتهد ابتداء هكذا فلا يقبل. نعم، بعد البحث عنه، بعد البحث عنه طبعا في الأدلة الشرعية، في الأدلة الشرعية، إذن يذهب إلى القرآن، يذهب إلى السنة النبوية، يذهب إلى الإجماع، يذهب إلى القياس، حينئذ ينطلق إلى العدم الأصلي المسمى باستصحاب الحال، مفهوم؟ نعم. مثال ذلك قال بعد البحث عنه بقدر الطاقة، أي بقدر المشقة وبقدر الجهد، وهنا طاقة يعني الطاقة العلمية والعقلية والذهنية ونحو ذلك، مفهوم؟ نعم، مش معنى أنه يبحث يعني يسلك الشوارع ونحو ذلك، انتبه. قال نعم، قال كأن لم يجد، هو بدأ الآن يعني يمثل لك صورة، قال كأن لم يجد أي المجتهد، طبعا لم يجد أي لم يجد بعد البحث، وهنا يحتاج المجتهد إلى منهج البحث، ومنهج البحث درسنا عندنا في الأصول، ما هو منهج البحث؟ كيفية الاستفادة من الأدلة، مفهوم؟ مصادر الأدلة نفسها، يعني معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذه يعني أول منهج من مناهج البحث بيان المصادر، ثاني منهج من مناهج البحث كيفية الاستفادة من هذه المصادر، ثالث منهج من مناهج البحث بيان حال الباحث، وبالتالي نحن سندرس الآن من هو الباحث، وهو المجتهد،
وذكره لك هنا، قال المجتهد، مفهوم؟ قال كأن لم يجد دليلا. ما هو الدليل هنا؟ اللي هو الدليل الشرعي. قال لم يجد دليلا على وجوب صوم على وجوب صوم رجب، وهذه الواقعة التي سئل عنها. ما حكم صوم رجب؟ هل يجب صوم رجب؟ ما حكم صوم رجب؟ فيقول لك لم يجب، هو نفى الوجوب، وبالتالي قضية إثبات الندب هذا أمر آخر. نحن نتكلم في الوجوب، نفى الوجوب، فهل يندب؟ هل يندب؟ هذا محل إيه؟ محل نظر آخر، لأنه هنا الندب ممكن يندب باعتبار أنه من الأشهر الفاضلة، ومنهم من يقول أن الأصل فيه أنه كسائر الأشهر، إذا ما أردت أن تصوم فصوم، لكنه ليس من الأيام أو الأشهر أو من الأيام التي يعني جاءت الأدلة يعني بفضيلة صومها أو بندب صومها. حينئذ فنقول بأن الصوم كيوم الاثنين والخميس وكيعني الأيام البيض، وقسنا عليها الأيام السود، يعني وأيضا يعني الأيام التي لياليها بيض، ويعني الأيام التي لياليها سود، وكذلك أيضا ست من شوال، ويعني صوم عاشوراء وتاسوعاء ونحو ذلك، مفهوم؟ فيعني من الناس من العلماء من قال يعني يندب صومه ولا يجب، أي صوم رجب يندب صومه ولا يجب، لكونه من الأشهر الحرم التي يسن فيها يعني أن تشغل بالأعمال الفاضلة والأعمال الأعمال المقبولة، ومن الأفضل الأعمال الصوم، كما أنه يعني يشغلها بالذكر وبالصلاة وبالتسبيح وبالتحميد وبالصدقة وبالبر وبلى آخره، فتشغل أيضا بالصيام، فهي من الأشهر الفاضلة. نعم، ولكن هذا دليل عام، يعني دليل عام فقط، ليس يعني دليل خاص، بالتالي لو لم يصمه لا نقول هو خلاف الأولى، يعني لا نقول مثلا مكروه، هو يعني خلاف الأولى، يعني مفهوم. نعم، قال كأن لم يجد دليلا على صوم رجب، فيقول، من هو الذي سيقول؟ المجتهد. يقول المجتهد إيه؟ فيقول لاحظوا لا يجب، مفهوم؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ هذا لا يجب حكم، ما دليله؟ قال يقول لا يجب باستصحاب الحال، هذا الدليل. فهو الآن حينما نفى الوجوب عن صوم رجب استند واستدل، ما استدل بدليل شرعي من الأدلة الأخرى، إنما استدل بدليل شرعي ثانوي هو استصحاب الحال، يعني استصحاب البراءة الأصلية، براءة الذمة، استصحاب براءة الذمة، فخلص إلى عدم وجوب صوم رجب. نعم، قال باستصحاب الحال أي العدم الأصلي. ثم حينما قال يعني الشيخ المحلي مقدما قال يحتج به، فجاء هنا وقال وهو حجة، وهو أي العدم الأصلي المسمى باستصحاب الحال، قال هو وهو حجة جزما. ما معنى حجة؟ عرفنا حجة أنه دليل محتج به، معتبر، دليل معتبر، لكنه دليل يعني معتبر، لا يعني يعني أريد أن أقول إنه لا يعني لا يقوى على معارضة الدليل الشرعي إذا ما ورد، فهو وإن كان دليلا جعله الشرع معتبرا عند عدم الدليل الشرعي. نعم، فيقول إنه حجة، لكنه انتبهوا هو حجة، لكن حينما يعني يأتي النظر، حينما يأتي مجتهد ويقول عندي دليل، ويأتي مجتهد ويقول دليلي هو البراءة الأصلية أو البراءة الذمة، حينئذ نرجح الدليل الشرعي على البراءة براءة الذمة، لأن هذا يعني مقدم على هذا الدليل. فهمتم؟ وسيأتي الكلام في ترتيب الأدلة ما يبين لك هذا يعني الأمر والمسلك.
بس يعني حينما قال جزما هو أشار إليك إشارة لطيفة، وهو إن هنا جزما بمعنى أنه لا خلاف في هذا الإيه في هذا الدليل، وبناء عليه الشيخ المعلق نقل لك الإجماع في كون استصحاب الحال بهذا المعنى هو حجة بالإجماع، ليحترز حينما قال وهو حجة جزما، يعني هنا فائدة لطيفة، وهو أراد أن يحترز ب يعني الاحتجاج باستصحاب الحال بالمعنى المشهور الآخر عند الايه عند العلماء، وهو ثبوت الأمر أي ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والمسمى استصحاب الايه الحال، ويعبر عنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبالتالي لو أن إنسان توضأ أهو توضأ، إذن هو تيقن الوضوء تيقن الطهارة، ثم بعد ذلك شك هل أحدث أم لا، فنقول إذن بعد ذلك في الزمن الثاني شك هل أحدث أم لم يحدث، نقول الأصل، لاحظوها الأصل، ما معنى الأصل اللي هو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، استصحاب الأصل أي بأي معنى، بمعنى العدم، لا قال بمعنى آخر ثبوت الأمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، وبالتالي طالما أنك في الزمن الأول أنت كنت متيقن الطهارة، فإذا هذا تيقن الطهارة نستصحبه إلى الزمن الثاني، فأقول أنت الآن متوضئ حتى يأتي ما يرفعه، طالما أنه ما جاش حاجة ترفعه خلاص نستصحبه، وبالتالي يصير هذا دليل محتج به عندنا على كونك إيه طاهر على وضوء، اذهب يعني وصلي. العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن الحدث اهو في هذا الزمن العصر، تيقن الحدث بعد المغرب قال انا يعني توضأت ام لا، نقول له العصر ماذا كنت، قال انا كنت متيقن الحدث، فنقول اذا تستصحب الاصل. ما معنى كلمة الاصل؟ معنى كلمة الأصل ليس العدم الأصلي، إنما المراد بالأصل هنا ثبوت الأمر اللي هو إيه يقين الحدث الذي كنت عليه في العصر نستصحبه إلى المغرب، فنقول أنت الآن ما زلت محدث وشكك في الطهارة لا يرفع يقين الإيه يقين الحدث، فنستصحب الأصل، مفهوم؟ هذا الاستصحاب بهذا المعنى المشهور الثاني اللي هو ثبوت الأمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا محتج به عندنا. فقوله عندنا، فقوله هنا يعني في الأصل بمعناه الأول وهو حجة جزما، أراد به إيه إرسال إشارة إلى الاحتجاج بالاستصحاب الأصل بالمعنى الآخر في كونه إيه محل خلاف، في كونه إيه محل خلاف بين الشافعية والأحناف في الاحتجاج بهذا المعنى من الاستصحاب، أفهمتم؟ والشيخ المحلي إيه بيعمل إشارات هكذا دائما، يعني كلامه يعني بعضه صريح وبعضه يعني تلويح، بعضه صريح وبعضه تلويح، ولماذا يفعل هذا التلويح؟ يقول أنت طالب علم يجب أن تعمل النظر، يعني يجب أن تفكر، يجب أن تقرأ في كتب العلم قراءة تأمل، يعني تتأمل وتقف وتعمل النظر والفكر، ولا تكن كمن يقرأ كتب الصحف أو كتب التسلية، هذه كتب ليست يعني كتب تسلية وليست كتب يعني رواية، إنما هي كتب دراية، كتب بمعنى آخر صانعة رجال، كتب تصنع رجال ولا يعني تصنع بغال، مع احترامي في اللفظ يعني، هذا تصنع رجال، وفرق بين علم يصنع عقل وعلم يصنع عجل.
طيب نعود إلى أصل المسألة، ويعني عودا على بدء إلى يعني في لطيفة لغوية، وهي حينما قال صوم رجب، لماذا لم يقل صوم شهر رجب؟ هنا إشارة، يقول لك عندنا يعني ما من شهر من الأشهر العربية إلا وقد سمع إضافة يعني ذكر يعني ذكر لا ولا تضف شهرا إلى اسم شهره، فمعظم الشهور الأشهر العربية سماعا لم يعني يعني يسمع، وإن كان يجوز أن العرب أضافت قبل الاسم العربي اسم شهر، كلمة شهر، فيأتون إلى محرم يقولون المحرم ثم صفر ثم شهر ربيع الأول ثم شهر ربيع الثاني الآخر ثم جماد ثم جماد الآخر ثم شعبان ثم شهر رمضان ثم عفوا قبل جماد الآخر رجب، ولا يأتون بشهر. نعم، ولهذا قال ذلك الشاعر ونظم هذه الفائدة اللطيفة، قال ولا تضيف شهرا أي كلمة شهر إلى اسم شهري اللي هو رجب ومحرم وصفر، هذه أسماء الشهور عندنا، أسماء الشهور العربية شهر محرم وصفر أو ظفر، صفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأول وجماد الآخر ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 12 شهرا، فيقول ولا تضيف شهرا أي كلمة شهر، لا تضيفها إضافة، لا تضيف شهرا إلى اسم شهري إلى اسم شهر إلا لما أوله الراء فدري، عندنا كم شهر أوله الراء؟ 4 شهور، ربيع الأول وربيع الآخر، ربيع الأول وربيع الآخر وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخر ورجب وشعبان ورمضان ثم شوال، إذا عندنا الآن التي أولها الراء عفوا ربيع الأول وربيع الآخر ورجب ورمضان، هذه 4 شهور أولها في أول أو في أول أسمائها راء، فيقول إذا ما كان أولها راء فأضف إليها كلمة شهر، ولا تضف شهرا إلى اسم شهري إلا لما أوله الراء فدري، واستثني من ذا رجبا فيمتنع، واستثني في ذا واستثني من ذا من هذه الإضافة، مع أنه أوله راء لكنه أيضا إيه هذا مستثنى من الراءات، نعم، واستثني من ذا رجب، واستثني من ذا رجب، واستثني من ذا رجبا فيمتنع، رجبا فيمتنع لأنهم فيما رووه ما سمع، لأنه فيما رووه ما سمع، والشيخ المحلي كان إيه متحلي بهذه القاعدة وبهذه إيه وبهذا الضابط، وإن كان يجوز لكنه يعني سماعا بناء على نقل لغة العرب، نعم واضح، نعم طبعا يمتنع لغة يعني. قال كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فهمتم؟ فيقول المجتهد، من الذي يقول؟ المجتهد، فيقول لا يجب، لماذا؟ قال دليلي باستصحاب الحال، هنا باستصحاب الحال، الباء هنا باء التعليل أو باء السببي، أي بسبب استصحاب الحال، إنه عللها باء التعليل باستصحاب الحال، أي يعني العدم الإيه؟ التعليل هو استصحاب الحال أي العدم الأصلي. طيب ما معنى كلمة العدم الأصلي؟ يقول عندكم هنا المعلق تحت، هو نفي ما نفاه العقل لعدم إيه ولم يثبته الشرع، لكن ما معنى نفي العقل هنا؟ نعم نعم، فيقول هنا الشيخ إن النفي هنا ليس المراد يعني أن العقل يشرع، إنما المراد بأن العقل لم يدرك، لم يدرك إيه؟ لم يدرك شيئا
يعني يصلح أن يكون دليلا لعدم وجود الدليل الشرعي. ولهذا قال: لم يدرك فيه العقل شيئا، فالمراد بنفي ذلك عدم إدراك وجوده. لأنه أنت الآن المجتهد يجب أن يكون فاطنا، يعني ما ينفعش عندنا يكون مجتهد يعني مجنون. فإذا عدم إدراك وجوده، والمعنى انتفاء ما لم يدرك العقل، يدرك العقل وجوده. فانتفاء ما لم يدرك العقل وجوده فين؟ لم يدرك العقل وجوده، لم يدرك العقل وجود الحكم في الدليل الشرعي، لم يدرك العقل الحكم في الدليل الشرعي، فدل هذا على انتفاء الايه، فدل هذا على انتفاء الحكم. فإذا نستصحب هذا الايه العدم، نستصحب هذا العدم، فنقول الأصل استصحاب الحال، أي البراءة، براءة الذم. فإذا لا يجب الأمر هذا، مفهوم؟ نعم. لاحظ هنا، فيقول يعني قال التاج السبكي في الإبهاج، يعني في شرح على منهاج البيضاوي اللي هو أكمل به ما بدأه والده من شرح منهاج البيضاوي، ما أكمله الشيخ التقي السبكي والده، فجاء الابن وبرأ به في إكمال ما شرحه، وهذا من البر. كم يأتي الأخلاف فيبرون الأسلاف في إما في استكمال ما لم يستكمله من الشروح والمشاريع العلمية، أو في تحقيق ما لم يعني إيه ما لم يحقق، أو في إجادة تحقيق ما حقق مشوها، هذا كله من البر، ويعني والبر سلف. قال التاج السبكي في الإبهاج: استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي، الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي. ما هو البقاء؟ الأصل براءة الذمة. فإذا الأصل براءة الذمة، فما جاء الشرع فيعني أوجب وشرع وشرع وكلف. فإذا إذا ما انتفى التكليف فنستصحب الإيه؟ عدم التكليف، فخلاص. نعم. فكنفي وجوب صلاة سادسة، نفي وجوب صلاة سادسة، نعم، عندنا خمس صلوات مكتوبة، نعم، فنفي كنفي وجوب صلاة، وانتبه نفي، إذن هو نفى العقل بأن يعني إيه؟ يعني عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي. إذن عدم الأصل، إن لم توجب عندنا شيء من الصلوات، ثم جاء الشرع فأوجب خمس صلوات، فإذن خمس صلوات، إذن لا توجد هناك صلاة سادسة هي واجبة. فكنفي وجوب صلاة سادسة، وكذلك إيه؟ نفي وجوب صوم شوال أو صوم رجب مثلا. فالعقل، وانتبه، العقل يعني يشرع ولا يدل؟ قال: فالعقل يدل، فالعقل يدل وليس يستقل، حتى لا تذهب فتذهب إلى أن العقل يعني يستقل بالتشريع. العقل لا يستقل بالتشريع، إنما العقل مظهر، فالعقل يدل. فقال: فالعقل يدل على انتفاء العقل يدل على انتفاء ايه؟ على انتفاء وجوب ذلك اللي هو الحكم. فالعقل يدل على انتفاء ذلك، فكما عرفه عندكم نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، يدل على انتفاء وجوب ذلك، لا لتصريح الشارع، لأن الشارع لم يأتي عندنا دليل بالتصريح، لأنه لو جاء عندنا دليل بالتصريح سواء بالنفي أو بالإثبات، فإذا لا مجال للاستدلال باستصحاب الأصل اللي هي البراءة الذمة، مفهوم؟ لا مجال، ينتهي دوره، يعطل، نعم. لا يعني قال هنا لا لتصريح الشارع، لكن لأنه لا مثبت للوجوب، فبقي على النفي الأصلي. شفت؟ بقي، وانتبه لكلمة بقي، الناس تصحب هذا البقاء، فنقول خلاص إذن هذا البقاء لا يرفع، لا يرفع إلا إذا ما إيه نزل يعني تشريع، فطالما أنه لم ينزل تشريع فإذن إيه نستصحب الأصل. فبقي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به. ما معنى السمع؟ دليل الإيه؟ الوحي والتشريع، أي ما أدلة الشرع، مفهوم؟ نعم.
فيعني أكمل لكم ما يعني قاله الشيخ الزركشي كمان في البحر المحيط، قال: وفي صور الاستصحاب مثل، الثانية استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة، وهذا معنى العدم الأصلي، براءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره كنفي صلاة سادسة، وهذه أمثلة لذلك، مفهوم؟ طيب، قال الشيخ: لاحظتم الآن؟ لاحظتم؟ واضح أظن هذا الكلام. نعم، رجبا وليس راجبا، رجبا يعني، واستثني من ذا رجبا، شيل الألف، أنت كاتب ألف يعني، استثني من ذا رجبا، رجبا فيمتنع لأنه فيما رووه ما سمع. قال: وهو حجة جزما. قال في البحر المحيط للبحر المحيط للإمام الزركشي الجزء السادس صفحة 20، قال أبو الطيب، ويعني به إيه؟ ويعني به أبا الطيب الطبري. قال أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع، وهذا إشارة نحن استفدناها من قوله جزما، واستفدنا من قوله جزما إشارة إلى أن هناك إيه يعني ليحترز به عن الاستصحاب المشهور لأن في الاحتجاج به خلاف، مفهوم؟ نعم. قال: وهذا حجة بالإجماع، أي من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرعي. الذين قالوا بأنه لا حكم قبل الشرعي فخلاص إذن هذا يستصحب. قالت: والجمهور على العمل به، وادعى بعضهم الاتفاق، يعني أيضا الشيخ التقي السبكي أو التاج السبكي يقول: والجمهور على العمل به، وادعى بعضهم فيه وادعى بعضهم فيه الاتفاق، أي الاتفاق على الاحتجاج به، ولكنه كأنه استضعفه هذا ادعاء الاتفاق، أي بمعنى الإجماع، يعني لأنه صدر ذلك بالادعاء، يعني فكأنه تبرأ من هذا القول بالإجماع، ولكنه يقول إنه ما عليه الجمهور فهم يحتجون به. قال: وأما الاستصحاب، الشيخ المحلي قال: وأما الاستصحاب المشهور، وأما الاستصحاب المشهور الذي هو، يعني إذن بدأ الآن يتكلم في النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، ذاك النوع الأول، الآن هذا النوع الثاني الذي هو استصحاب مختلف فيه. قال: وأما الاستصحاب المشهور، إذن هذه القسمة الثانية كما قلت، الذي هو ثبوت، إذن بدأ يعرفك الآن، إذن ما هو تعريف الاستصحاب الأصلي الأول؟ نفي ما نفاه العقل نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، ذاك الايه براءة الذمة او العدم الاصلي. الان هذا النوع الثاني ايه البراءة الاستصحاب الحال المشهور، وهو ثبوت يعني نقل الحكم او استصحاب الحكم، ثبوت الامر اي الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول، استصحابه، فهمتم؟ أيوة، طلب صحبته، نعم، لثبوته في الزمن في الأول، أي لثبوته في الزمن الأول. في عندنا استصحاب المقلوب، الاستصحاب المقلوب يعني إيه؟ الاستصحاب المقلوب هو ثبوت الأمر في الزمن الثاني لثبوته في ثبوت الأمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني، يسمى استصحابا مقلوبا. لاحظتوا في فارق عندنا الآن استصحاب ثالث. استصحاب مقلوب، استصحاب مقلوب يعني ثبوت الأمر في الزمن الأول لثبوت في الزمن الثاني، لثبوت في الزمن الثاني. سأضرب لكم صورة تقرب، مثال يقرب لكم هذا المعنى، لكنني يعني خلونا نأخذ المثال للصورة، مثال للحالة التي من الاستصحاب الثاني هذا الذي هو استصحاب المشهور. فحجة عندنا، هذا الاستصحاب الثاني حجة عندنا، إذن هذا يعني الكلام يقابل قوله هناك في أول الصفحة حجة جزما، اللي هو الاستصحاب الأول، الاستصحاب اللي هو معنى العدم الأصلي، أفهمتم؟ فأعيد وأؤكد لكم دائما حتى يعني المسألة تثبت في الذهن. نعم، يعني قال: فحجة عندنا دون الحنفية، أي دون الأحناف، فهم يعني لا يحتجون بالإيه
بالاستصحاب الثاني الذي هو الاستصحاب الايه، بمعنى الثبوت في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول، ثبوت الامر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول، فلا يجعلونه حجة، لا يجعلونه ايه، لا يجعلونه حجة. قال طبعا الشافعية ومعنا المالكية والحنابلة والظاهرية، والظاهرية أيضا. نعم. قال هنا المعلق عندكم، قال الدكتور أمجد: فالفرق بين استصحاب العدم الأصلي والاستصحاب المشهور، ما الفارق بين هذين الاستصحابين؟ قال إن الأول لم يثبت في حكمه دليل شرعي. لاحظ ها، الأول ذاك الدليل العدم البراءة الأصلية ما فيش عندنا حكم، ما فيش دليل، لكن هذا ثبت دليل لكننا استصحبناه للحالة للزمن الثاني، مفهوم؟ قال الأول لم يثبت في حكمه دليل شرعي، وإنما أخذ حكمه من العدم الأصلي وهو عدم التكليف، فيستصحب العدم اللي هو البراءة الذمة يستصحب، فبالتالي يصير إيه؟ عدم التكليف يصير كأننا نقول هو التكليف، بمعنى إيه؟ تكليف العدم، عدم الحكم، عدم الوجوب، فنستدل بعدم الدليل على دليل العدم فنجعله دليلا على العدم. لكن هذا لا ينبغي أن يصدر إلا من مجتهد، ولا ينبغي أن يصدر يعني لا يقبل إلا من مجتهد، ومن مجتهد بعد إيه، بعد استفراغ الوسع، بعد استفراغ الوسع في إيه، في البحث والتقصي. يعني فهذه عملية معقدة يعني، فلا يأتي واحد جالس على أريكته هكذا يعني، يعني امتلأت بطنه طعاما وعيناه امتلأت عيناه نوما، بعد ذلك يأتي ويقول لا يجوز، ولا إيه يجوز، ولا لا يجب، ولا آخره، ويعني يملأ فمه بالإيه، بالتحليل والتحريم. هذا الفارق مهم، أعيد قراءته. قال أن الأول لم يثبت في حكمه دليل شرعي، وإنما أخذ حكمه من العدم الأصلي وهو عدم التكليف، فيستصحب العدم. طبعا بالتالي يستصحب العدم، فيصير في هذه الحالة العدم ده إيه؟ حكم شرعي، والاستصحاب هو الدليل، والاستصحاب هو الدليل، مفهوم؟ قال والثاني ما ثبت في حكمه، اللي هو إيه الثاني ده؟ اللي هو الاستصحاب المشهور، اللي هو ثبوت الأمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. فقال هو الثاني ما ثبت في حكمه دليل شرعي أولا، هذا ثبت، ثم يسأل عن حكمه في الزمن الثاني فلا نجد دليلا معتبرا ينقل يعني ينقل عن الحكم الأول، فيستصحب الحكم الأول الثابت في الزمن الأول إلى الزمن الثاني. مثاله قال كمن توضأ، توضأ فقد قام دليل طهارته، ثم إن وقع له شك في الحدث تمام، فإننا نستصحب له الحكم الأول وهو الطهارة، لأنه لم يقم دليل معتبر ينقل الحكم من الطهارة إلى غيرها. وأظن المثال واضح ولا يحتاج إلى إيضاح، فمن من أشكل المشكلات إيضاح الواضحات. من أشكل المشكلات إيضاح الإيه؟ الواضحات. وخلص يعني كده يعني ننتقل إلى المسألة التي بعدها. نعم مفهوم. قال مثال ذلك عند يعني هو ضرب الشيخ عندكم المثال اللي مذكور تحت، هذا مثال واضح وجيد في قضية الإيه مثال، لكننا يعني نمشي مع الشيخ المحلي في مثاله، نمشي مع الشيخ المحلي في مثاله. قال فلا زكاة، أهو فلا زكاة ده إيه؟ ده حكم نفى وجوب الزكاة. قال فلا زكاة أي واجبة، لا زكاة أي واجبة، أكتب كده على هامش نسختك حتى لا تكون ظاهريا يعني، تعلم شوية. قال فلا زكاة أي واجبة عندنا، أي عند الشافعية مثلا، مفهوم، في 20 دينارا، واحد معه 20 دينار أي من الذهب، لكن هذا 20 دينار من الذهب مغشوشة، فإذا نحن نقول نصاب الذهب هو كام؟ 20 دينارا من الذهب الخالص، يعني خالص
عن الإيه؟ عن الغش، خالص عن الغش، واضح؟ نعم. فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة. كيف 20 وناقصة؟ ما ينفع تكون 20 ناقصة. يقول لك لا، لأنها إيه؟ ليست خالصة. لأن يعني لو جئنا وعملنا عملية التصفية وإيه، عملية عرضها على النار، لا خلصت منها شوائب التي هي من الرصاص والنحاس مثلا. فإذا هي إيه يعني، الذهب حتى يستمسك لابد من إذابة شيء من الإيه، من النحاس فيه. فيقول مهما أذبت من النحاس لكن يجب أن يكون الخالص مقدار 20 دينارا صافية. فإذا هو الذهب 20 دينارا هذا مع النحاس يجب أن تكون مثلا في حدود 23 دينار، لأن 3 دينار ده مجموع ما كان من النحاس في الإيه، في 20 دينارا هي إيه، من النحاس الذي يستمسك به الذهب حين عملية إيه، حين يعني حين الضرب، حينما يضرب فيصير مثلا إيه، دنانير. نعم. فنأتي بالذهب الخالص فنجعله دنانير لا يستمسك، يتقطع يعني، أو يعني يحصل له شيء من الإيه، الكسر. فإذا حتى يعني يتماسك الذهب جيدا لابد من إذابة شيء من الإيه، من النحاس من معدن آخر حتى يتماسك. فإذا إذا ما صار عندنا 20 دينارا من الذهب الخالص، إذا في الحقيقة سيكون عندنا 23، بس هي 3 دينار مثلا عبارة عن إيه، عبارة عن نحاس. يعني هذه النحاس، والعلماء ذكروا أيضا ما حكم هذه 3 دنانير لو كانت من أموال الأيتام، ماذا نفعل بها؟ يعني أصلا في هذه الحالة نحن سنخرج من 20 ربع العشر، 20 دينارا، تمام؟ يعني عشرها كام؟ 4، ربعها كام؟ نصف دينار. إذا نصف دينار هذا فيه شيء من الإيه، شائبة النحاس، وهذا ليس مما يجب فيه لا يجب أن يزكى، لأن هذا يعني مال للأيتام وللبثل للقصر، فيعني فيه كلام إذا كان مما يتساهل فيه يعني فيعفى عنه. والتقي السبكي له فيها إيه، فتوى في هذا الباب. فقال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة. من أين عرفنا كونها، من أين عرفنا كونها ناقصة؟ قلنا لأن هنا يوجد إيه، غش. يوجد، ما معنى غش؟ يعني مش غش يعني أنه تقصد التزوير، إنما الغش يعني بمعنى الشوائب من الذهب، من غير الذهب، معدن آخر كالنحاس. فصار عندنا 20 دينار وبها إيه، معدن آخر، لكن خالص هذه 20 دينار لا يبلغ إلى 20 دينار، إذن هي دون النصاب. طالما أن دون النصاب، لأن صافيها سيصير 9 دنانير، أو صافيها سيصير 18 دينار ونصف مثلا، إذن هذا ليست بنصاب، ليست بنصاب. قال لكن عندنا هنا إشكال. أين الإشكال؟ قال هذه 20 دينار التي ليست خالصة رائجة، يعني بمعنى إيه؟ يعني رائجة يعني يرغب فيها كرغبة 23 دينار التي هي من الذهب الإيه، من الذهب الصافي، ومعها 3 دينار من الذهب الإيه، الذهب الإيه، من النحاس مثلا. يعني العشرين دينار والتي بها الشائبة وبها إيه يعني نحاس، يعني ليست كاملة الإيه، صافية، وبالتالي هي دون 20 دينارا إذا ما أردنا أن تصفيتها وتنقيتها، لكنها رائجة. ما معنى كونه رائجة، أو ما معنى كونها رائجة؟ يعني لها قبول بين الناس لكونها مثلا من بلدي، يعني من بلد ما مشهورة بحسن إيه، بحسن ضرب الدنانير مثلا. يعني فلنفترض أننا مثلا في مصر، وكانت مصر آنذاك حاضرة من الحواضر، وما زالت إن شاء الله كذلك حاضرة إن شاء الله تعالى، ويجعلها الله محروسة يعني ببركة الصالحين الذين فيها. حاضرة، وكانت بلد يعني مقصودة، وما زالت مقصودة كما قلت لكم، فمضروبة الذهب فيها ضربا محكما، فدنانيرها مضروبة ضربا إيه؟ محكما. لكن هذه 20 دينارا المضروبة في مصر بها إيه؟ بها يعني نحاس. وهناك يعني ثلاث يعني، أو هناك يعني 20 دينارا صافية،
بس مضروبة ببلد ما من البلدان الايه التي هي يعني ليست من البلدان المتقدمة مثلا، أو ليست من الحواضر، ودنانيرها مضروبة ضربا ضعيفا، لكن الدينار صافي نقي، يعني مجموع الدنانير مجموع وزنها يساوي 20 ايه دينارا صافية. فهذه 20 تساوي 23، فيقول إن هذه رائجة رواج الايه رواج الايه 20 الصافية الكاملة. ولهذا يقول تروج رواج الكاملة. ما معنى الكاملة؟ أي الصافية، مجموعها 20 دينار. فما حكم وجوب الزكاة في 20 دينارا التي بها ايه نقص، ناقصة يعني بها يعني كما قلت لكم شائبة، فمجموع الذهب من 20 دينارا هو 19 دينار، فإذا هي ناقصة. فإذا الأصل عندنا ايه الأصل ما هو؟ يقول الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا وجوب للزكاة لعدم ايه اكتمال النصاب. فيقول لا زكاة عندنا، والدليل بالاستصحاب. استصحاب الحكم في الزمن الأول، وهو أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابا، نستصحبه إلى الزمن الثاني وهو بعد بلوغها 20 دينارا لكنها ناقصة، وإن راجت رواج الكاملة. نعم، فلا يعني إلا نرى وجوب الزكاة حينئذ. وهذا ايه دليل مثال للشيخ المحلي في هذا الايه الاستصحاب الثاني، الاستصحاب المشهور. طيب الاستصحاب المقلوب ما حكمه؟ كيف هو استصحاب الامر في الزمن الثاني، استصحاب الامر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني، لثبوته في الزمن الايه في الزمن الثاني، يعني مثل لذلك بامثله منها. لو ان انسان الان جهل، يعني إنسان رأى يعني رأى رأى إيش يعني رأى ساقية في طريق، في قارعة الطريق، وهذه الساقية يعني بالضرورة فيها ماء، والناس تأتي تأخذ الماء للشرب وللطهر ولتغسيل الأواني. وجاء هذا الناظر العالم أو الفقيه أو الباحث فنظر، هو الآن الناس في الحاضر تأخذ الماء من هذه الساقية، فتستخدم الماء للشرب وتستخدم للغسل وللبيت وللمتاع. فبحث ينظر أين شرط الواقف لهذه الساقية، هل الواقف حينما وقف الساقية وأوقف عليها الماء أوقف أن الماء هذا للشرب وإلا لمطلق الاستعمال؟ فأخذ ينظر أين الواقف، قالوا الواقف ما. طيب أين الناظر، قالوا لا يعني لا يوجد هنا ناظر، لكن الحال أننا نأخذ الماء للشرب ولغير الشرب. فقال خلاص، طيب الآن إذا ما أردنا أن نبحث عن شرط الواقف في الماضي فنستصحب الحال في الحاضر ونجعله دليلا على على الماضي، في كون الواقف لم يشترط في هذا الماء أن يكون للشرب فقط، فإذا يجوز استعماله لمطلق الغرض. وبالتالي لماذا؟ قال لأن الواقف يعني لم يشترط ذلك. فأين دليل الواقف؟ قال دليل الواقف هو استصحاب الحال المقلوب، الحال الايه المقلوب، قلبنا الحاضر على الماضي. مفهوم؟ نعم. طيب ننتقل إلى الفصل الذي بعده. طيب بس شوية كده أمهد لرجلي. قال ترتيب الأدلة، أن ننتقل إلى ترتيب الأدلة. هذا ترتيب الأدلة يا أخوان في خلاصة كده، ما فائدته؟ هذا من الأبواب المهمة جدا، يعني وهي التي يعني يتميز بها المجتهد عن غيره، يتميز بها المجتهد عن المتمجهد أو المتعالم، في أن ذهنية المجتهد ذهنيته مرتبة، عقليته منظمة، معلوماته يعني معلومات عالم وليست معلومات إيه مثقف. المثقف يأتي بمسألة من هنا وفائدة من هنا ويعني قراءة من هنا، وبالتالي تجد المعلومات عنده إيه مثل المطبخ الذي فيه الأواني يعني مقلبة، لا تعرف يعني إذا ما أردت أن تبحث عن ملعقة يعني ستأخذ نصف ساعة،
ساعة كاملة وأنت تبحث عن يعني سكينة ولا، لأن الدنيا يعني مكركبة وما فيش ترتيب. ف يعني العلم حينما يصنع يصنع بمنهج، المنهج هذا يجعلك يعني تستقل بإدراك الأشياء وترتب الأحكام ونحو ذلك في ذهنك. لكن المثقف يعني الدنيا مدخلة في دماغه هكذا فهو ضائع، ولذلك تجد كثير من المثقفين يأتون بهذه الشبه مع أنه قادر على حلها في عقله لو أنه تعلم بمنهج، لكنه لم يتعلم بمنهج، إنما ذهب إلى المكتبة واشترى الكتب وأخذ يقرأ فيها كشأن الكتبية والصحفية. لهذا يعني من يأخذ العلم عن من يعني من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكون آخذا للعلم من كتب فهو أخذ علما ولكنه إيه لم يأخذه بمنهج، أخذه بغير منهج. ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم، وإن كان يعني كما يسميه أستاذنا الشيخ علي ده عنده معلومات وما عندوش علم، لأن العلم مصنع منهج. طيب لماذا ترتيب الأدلة؟ لأن الأدلة قد تتعارض، وإذا ما تعارضت الأدلة في الذهن أو عند المجتهد تعارضت التعارض الظاهري، كيف يفك هذا التعارض الظاهري؟ قلنا لا يوجد تعارض حقيقي في الأصل في أدلة الشرع، لكن قد يوجد تعارض ظاهري يعني في ذهن الناظر، وهذا إيه في ذهنه هو، ممكن يعني لا يوجد في ذهن غيره، لأن ذاك عرف كيف يوفق ما بين الأدلة، هو لم يستطع، هذه إمكانيته. لكننا فيه أردنا أن نقول إن التعارض هو محله الظاهر بالنسبة فيما يظهر لنا، الظاهر أي فيما يظهر لنا، مفهوم، ليس في حقيقة الأمر وفي في نفس الأدلة باعتبار الأصل، مفهوم، باعتبار الأمر والواقع ونفس الأمر. فإذا ما حصل هذا التعارض ماذا، كيف نعمل؟ قالوا نوفق بينها بهذا نسميه الترتيب. إذا ما حصل عندنا تعارض فإذا يعني إيه نرتب الأدلة باعتبار القوة في الدلالة وباعتبار القوة في الثبوت، أوكي؟ باعتبار القوة في الأدلة. فإذا الأدلة ليست كلها مرتبة واحدة يا أحباب، يعني القياس لا يساوي الإجماع في الدليل، لا يقاوم، يعني لا يصل إلى مرتبة الإجماع في القوة، الإجماع لا يعني يصل إلى مرتبة الإيه الكتاب ونحو ذلك في القوة. فإذا كل دليل هو يعني أقوى من دليل آخر إن كان كلها أدلة معتبرة، مفهوم؟ مثلا الاستصحاب دليل معتبر، هو قلنا حجة لكنه لا يقاوم القياس، لا يقاوم الإجماع، لا يقاوم السنة، لا يعارض حقيقة المعارضة للكتاب، حجية الكتاب، فهمتم؟ فإذا انتبهوا لهذه، وهذه تحتاج إلى يعني دراسة عميقة جدا، هو يعني هذا مدخل بس نمشي نعرف يعني وننطلق، وبعد ذلك مع الكتب الأخرى في علم الأصول نستطيع أن نعرف أكثر وأكثر وأكثر. فترتبها، ترتيب الأدلة أي باعتبار الاحتجاج. لكننا يعني متى نذهب إلى إليه؟ إلى الترتيب حينما لا نستطيع. فإذا ما حصل تعارض إذا نذهب إلى إيه؟ عملية الجمع أولا، إذا أمكن الجمع فإذا لا تعارض، فككنا التعارض، ما استطعنا أن نجمع بعد طول التأمل وبعد طول فكر وبعد طول بحث ما استطعنا، وهو مجتهد يعني مش واحد ولا لا مجتهد، الكلام كله والحال أن الناظر مجتهدون، مفهوم، ما زلنا نتكلم في هذه القضية باعتبار يعني مجتهد أو يعني مثلا من أرباب الاجتهاد في المذهب الإدماء يعني أو مجتهد في الجزئيات مثلا، المهم أنه يعني من أهلي من تأهل للنظر، تأهل لإيه؟ للنظر. خلاص ننتقل إلى القضية، إذا أمكن الجمع إذا لا يوجد تعارض، فإذا لم يمكن الجمع إذا نذهب إلى يعني إيه إلى الترجيح باعتبار النسخ. فإذا عرفنا أن هناك زمن وهنا زمن في هذا الدليل وأن هذا زمنه متقدم وهذا زمنه متأخر، فنرجح المتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، خلاص انتهينا من الحالة الثانية، ما عندنا إمكانية للحالة الثانية، قالوا إذن خلاص لا مناص من الترجيح، مفهوم. فإذا كيف نرجح بالترتيب هذا؟
ترتيب الأدلة، فنجعل الأقوى يعني مقدم على الأضعف، الأقوى مقدم على الأضعف. وكيف نعرف أن هذا قوي وهذا ضعيف في هذا المبحث؟ يعني مفهوم؟ ما استطعنا حينئذ إيه يعني بأن كان متكافئة مفهوم؟ الأدلة متكافئة في المرتبة، فخلاص في هذه الحالة التوقف إلى أن يظهر لنا ما يعني يفيد ترجيح أحدهما على الآخر. واضح؟ فقال الشيخ، هذا هو خلاصة المبحث يعني ذكرت لكم معجلا، قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. الدليل الجلي أي ما كانت دلالته ظاهرة كالنص مثلا يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول، مفهوم؟ وذلك كالظاهر على المؤول، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على المعنى المجازي، على معناه المجازي. واضح؟ نعم. لهذا نحن نقول لامست بالنساء بمعنى إيه؟ لمستم بمعنى اللمس، وهو مقدم على المعنى اللمس اللي هو الجماع، فهذا معناه مجازي. فهمتم؟ فلاحظوا هذا يعني جعلنا نحن نرجح أن اللمس على حقيقته، نعم، وهو اللمس والجس باليد أو الجس بالبشرة، نعم. فيقدم من حيث الإيه؟ من حيث الترجيح. أفهمتم؟ نعم. وأما الأدلة يعني ما معنى وأما الأدلة؟ وأما الأدلة إذا ما تعارضت في الظاهر ولم يمكن الجمع بينها ولم يعرف الناسخ من المنسوخ، فحينئذ إيه؟ نرجح. كيف نرجح؟ قال: فيقدم الجلي. الجلي أي ما كانت دلالته ظاهرة على الخفي، أي ما كانت دلالته غير ظاهرة. وذلك قال كالظاهر والمؤول، فيقدم الظاهر على المؤول، نعم. وهنا قال وكذلك مثال آخر: فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه الايه المجازي، على معناه المجازي. وكذلك ايضا يقدم باعتبار القوة ايضا الموجب اي المقتضي، الدليل الموجب للعلم اي للتواتر واليقين على الموجب للظن. وبالتالي الحديث او الدليل اذا ما كان متواترا في ثبوته وكذلك متواترا مثلا في دلالته فيقدم على الدليل إذا ما كان ظنيا، مفهوم؟ نعم. وذلك كالمتواتر والآحادي، فيقدم الأول أي المتواتر إلا أن يكون عاما، فيقدم المتواتر على الآحادي إلا أن يكون إيه المتواتر عاما والآحاد خاصا. وبالتالي هنا إيه يخصص العام بالخاص، لكن هذا عملية التخصيص هذه عملية جمع ليست تعارض، فإذا ليس معنا أي تعارض. هو في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ جمعنا بين الأدلة، فقلنا هذا عام وهذا خاص، فإذا نخصص العام بالخاص، نخصصه به، وبالتالي صار عندنا جمع بالأدلة، ولنا أن نخصص العام المتواتر بالأحاد الخاص، مفهوم؟ نعم. ضرب مثالا لعملية التعارض بين المتواتر والأحادي في مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الاعتدال، ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. عندنا نحن يسن رفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة أو أربعة مواضع في الصلاة. الأحناف يقولوا يسن رفع اليدين في موضع واحد لا غير، وهو عند تكبيرة الإحرام فقط. والشافعية استدلوا بأحاديث كثيرة لعدد كبير من الصحابة يعني نقلوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرفع اليدين في هذه المواضع الثلاث، مفهوم؟ في هذه المواضع الثلاث، مفهوم؟ لكن الأحناف تمسكوا بفعل بعضهم وهو أحد، فإذا أيهما؟ هذا يثبت الأربع المواضع وهذا يثبت موضعا واحدا في رفع اليدين، لكننا إذا ما نظرنا وجدنا هؤلاء متواتر عددهم، هؤلاء ليس متواتر عددهم، فإذا نرجح بالمتواتر على الأحد. قال هنا مثال ذلك، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مثال قال رفع اليدين
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع من ثابت بأحاديث صحيحة وبأسانيد عن عدد من الصحابة كما أخرجها البخاري ومسلم إلى آخره، وهي معارضة لما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود. ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرتين. قال الترمذي: وحديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة، يعني بهم الأحناف. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه في اختلاف الحديث بها، مش الأم، قلنا كتاب اختلاف الحديث هذا كتاب يعني للجمع بين الأحاديث المتعارضة والأدلة المتعارضة في الظاهر. بعد أن ذكر أحاديث إثبات رفع اليدين في المواضع المذكورة ما نصه، الإمام الشافعي يقول ماذا قال الإمام الشافعي: وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا، صدقوه العشرة. قال الشافعي: وبهذا نقول، فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع. قال الشافعي رحمه الله: بهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث. ما معنى تركنا؟ تركنا يعني قدمناها عليه، وجعلنا المخالفة من الأحاديث مرجوحا، مفهوم؟ قال الشافعي: لأنها الدليل في هذا الترجيح، لأنها أي الأدلة التي أخذنا بها أثبت إسنادا منه، وأنها عدد أي أنها كثيرة العدد متواترة، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. قال النووي في المجموع: قال القاضي أبو الطيب قال أبو علي، ويعني السجزي، روى الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 من الصحابة رضي الله عنه، وبهذا يعني يفهم المراد. قال: فيخص الثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة، وقلنا هذه عملية التخصيص بين العام والخاص، وإن إذا كان العام متواترا والخاص أحادا هذا ليس من التقديم في شيء، لأن هذا من الجامع بين الأدلة، مفهوم؟ نحن بنتكلم في قضية يعني حيث لا إمكانية للجامع، كيف نرجح ده ترتيب الأدلة، هذه كيفية يعني كيفية الترجيح بين الأدلة، في كيفية الترجيح بين الأدلة، طالما أننا نحن خلصنا إلى الترجيح فكيف نرجح؟ بالهوى؟ ليس بالهوى، إنما بمعيار، بمعايير، وهي يعني بترتيب معين. قال: والنطق أي ويقدم الدليل من الكتاب والسنة على القياس، وليس المراد بالنطق أنه الدليل القولي يقدم على الدليل الفعلي، إنما يريد هنا أن الكتاب والسنة يقدمان على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، وهذا أيضا مر معنا في التخصيص أنه يخصص العام بالقياس إذا ما كان القياس معتبرا. ويقدم القياس الجلي على ما على القياس الخفي. القياس الجلي يعني كقياس العلة، إذا ما كانت العلة ظاهرة في الفرع فإنها يعني هذا من القياس، كما في التأفيف. التأفيف هذا يعني حكمه مصرحا به في الأصل، فاستخرجنا منه علة وقلنا العلة هنا في التأفيف الإيذاء، فإذا هذا حكم التأفيف أنه حرام بدليل الآية، وإذا هذا نجعله أصلا. التأفيف يعني قولك للوالدين أف حرام، مفهوم؟ فضرب الوالدين هذا يعني فرع، أردنا أن نتبين من حكمه فنظرنا في العلة، هل هي موجودة في هذا الضرب؟ الإيذاء موجودة في التأفيف؟ نعم موجودة في التأفيف، لكنها غير ظاهرة، وهي موجودة في الضرب أكثر ظهورا منها في الأصل، فإذا هذه علة جلية، فإذا هذا قياس، وهو استخراج الحكم للفرع، يعني واضح الدلالة، ظاهر التأفيف، الضرب أكثر إيذاء من التأفيف، فإذا هذا قياس جلي. فالقياس الجلي مقدم على القياس على القياس الخفي. أين القياس الخفي؟ في بعض المسائل مثلا إذا ما تعارض قياسان
قياس جلي وقياس خفي. فإذا يقدم القياس الجلي على القياس الايه على القياس الخفي، مثل إذا ما كان عندنا القياس الخفي كما لو كان عندنا العلة ايه مستنبطة في بدلالة الايه دلالة الشبه مثلا، أو قياس الشبه أو قياس الدلالة مثلا. إذا ما حصل تعارض بين قياسين، يعني قياس جلي وقياس خفي، فيقدم القياس الجلي على القياس الايه الخفي. قال فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، إذا ما تعارض الايه إذا ما تعارض الدليل الشرعي مع براءة الذمة، فإذا هذا استصحاب الحال لا يقوى لا ينهض كما ذكرت لكم في يعني أول الفصل الذي مر معنا. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة تمام ما يغير الأصل، ما هو الأصل؟ يغير الأصل أي ينقله، يعني يشغل البراءة الأصلية والذمة، يشغل الذمة. فإذا حصل تكليف ما يغير الأصل اللي هو العدم الأصلي الذي يعبر عنه، الذي يعبر عن استصحابه بالاستصحاب الحال مرة معنا، فواضح أنه إيه ما عاد يحتاج، واضح أنه يعمل بالنطق، لأنه لا يصار إلى إيه إلى العدم الأصلي إلا عند عدم الدليل الشرعي، وقد وجد الدليل الشرعي، إذن خلاص يعني لا 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 حاجة بنا إلى لا حاجة لنا إلى الدليل الإيه العدمي، مفهوم اللي هو استصحاب الحال. وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال. إذن عرفتم متى نذهب إلى استصحاب الحال؟ حيث لا دليل شرعي، حيث لا دليل شرعي. فيعني يستصحب الحال أي العدم الأصلي، أي يعمل به. قال شروط المجتهد، إذن الآن خلص إلى الحالة الايه الحالة الثالثة من مباحث علم الأصول، أن علم الأصول مبحث أول مصادر الايه مصادر الأدلة، معرفة الأدلة. بعد معرفة الأدلة من حيث الاحتجاج بها وعدم الاحتجاج بها، فيقولون لك إن هناك أدلة متفق عليها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هناك أدلة مختلف فيها كالاستصحاب وكالإيه العرف وكالأخذ بأقل ما يعني قيل وإلى آخره، وسد الذرائع وإجماع أهل المدينة وإلى آخره. هناك أدلة كثيرة مختلف الاستحسان ومفهوم، كل هذه من الأدلة الإيه المختلف فيها، لكنها يعني بحث في الأدلة، يبحث الأصوليون في يعني ما هي الأدلة، ما هي الأدلة التي ينبغي يعني أن تجعل أدلة، وما هي التي أصلا لا ينبغي أن تجعل أدلة، ثم بعد ذلك يخلص إلى كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، وبحث في دلالات الألفاظ العام الخاص المطلق المقيد النص الظاهر المؤول، مفهوم، وقضية تعارض الأدلة وقضية ترتيب الأدلة، كل هذا مما يعني درس في هذا المبحث الثاني كيفية الاستفادة منها. ثم سيتكلم في القضية الثالثة وهي حال المستفيد، حال المستفيد الذي هو حال المجتهد الذي ينبغي أن يعد هو محل الاستفادة، ولا يعني لا اعتبار لغيره من المقلدة، لأن المقلد أولا لا يعرف الدليل، ثانيا لا يعرف كيف يستفيد من الدليل. فمن العابث أن يأتي بعض الناس من قرأ كتابا اسمه فقه السنة، أو قرأ كتابا يعني من الكتب الأحكام، أو قرأ كتابا من الأدلة، ثم بعد يعني سنتين من التدين جعل نفسه مجتهدا، فيقول هذا بدعة وهذه ضلالة وهذه سنة وهذه ليست بسنة وهذا واجب. أين يعني ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ فإذا يجب أن نقف ويعني نتأمل في هذا المنهج الذي وضعه العلماء، وهو منهج معتبر في تأسيس قواعد الفهم، في تأسيس قواعد الفهم التي يعني كما قلنا لكم عندنا منهج التوثيق وعندنا منهج الفهم والاستنباط، فكيف نفهم وكيف نستنبط، ولا يعني يأتينا يعني هذا الإنسان العجلان ويلتقط الأحكام هكذا وهكذا وهكذا، فنقع في إيه في خبط وفي خبط عشواء وفي ركوب متن عمياء والعياذ بالله، فنحلل الحرام ونحرم الحلال ونقع في التهلكة والعياذ بالله تعالى. نعم.
إذن الآن سنخلص إلى حال المستفيد، وهو يعني حال الباحث، أدلة البحث، مصادر البحث، كيف تتكلم عن منهج البحث، حال الايه، حال الباحث اللي هو المجتهد. قال شروط المجتهد. ومن شرط المفتي، شرط المجتهد يعني هو احنا ما لنا مال المفتي، احنا بنتكلم في الاجتهاد والاستنباط. يقولك معلش يعني المفتي هو المجتهد، نحن اذا ما اطلقنا كلمة مفتي فنريد بها مجتهدا، فكلمة المفتي تطلق حقيقة على المجتهد، كما أن كلمة القاضي قديما تطلق على المجتهد. فبالتالي يعني ما إذا ما وجد قاضي وليس بمجتهد فهذا من قبيل قاضي الضرورة. نعم. قال ومن شرط المفتي، ويريد هنا كما قلت لكم بالمفتي المجتهد، ويريد بالمجتهد هنا المجتهد المطلق الذي استقل بوضع القواعد والأصول، واستقل بتخريج الفروع على قواعده وأصوله. نعم. قال شرط المفتي أي المجتهد، وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه. ما معنى كينونته عالما بالفقه؟ قال عالما بالفقه أصلا، يعني عالما بأصول الفقه. وبالتالي إذا ما جاء إلينا من يدعي الاجتهاد وهو جاهل بالأصول، أو علمه بالأصول قاصر، فليس من أرباب الاجتهاد. نعم. فإذن أن يكون عالما بالفقه، والمراد بالفقه هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. قال أن يكون عالما بالفقه أصلا. ما معنى أصلا؟ كما قلنا إيه؟ أصولا، أي عالما بأصول الفقه، أي أدلته الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. عالما بالفقه أصلا، وبالتالي هنا يعني يحترز به عن غيرها من العلوم. خلي بالك لأنه هذا هو محل العمدة من العلوم عند المجتهد. العمدة من العلوم عند المجتهد أن يكون عالما بالفقه، ولكن هذا ليس معنى أنه ليس يعني لا يشترط أن يكون عالما بغيرها من العلوم. انتبه، لا، بل يشترط أن يكون عالما بالفقه أصلا أي أصولا، وفرعا أي مسائله، مفهوم؟ خلافا، ما معنى خلافا؟ أي عالما بالخلاف، بالخلاف في مسائل الفقه، ومذهبا أي عالما بالمسائل في داخل المذهب. فيصير عندنا خلاف بين المذاهب وخلافا في المذهب مسائل. يعني يسمى يعني قديما يقول كان عالما بالاختلاف أو كان عالما بالخلاف. عالما بالخلاف يعني عالما بالخلاف العالي، وهو الخلاف في خارج المذهب، فهو على علم ودراية بالخلاف، وهو ما يسمى في واقعنا الآن بالخلاف بالفقه المقارن، بالفقه المقارن أي عالما بالمذاهب، بالخلاف بالفقه في المذاهب الأربعة وما سوى الأربعة أيضا، ومذهبا أي الخلاف في داخل المذهب، وهو الخلاف بدأ في أوجه الأصحاب ويعني طريقة حكاية المذهب، فهو أيضا عالم بالخلاف داخل المذهب، ويسمى خلافا داخلي أو خلافا مذهبي. أفهمتم؟ نعم. يعني قال الشيخ الشارح هنا، نعم، مذهبا قال من جهة المذهب الذي سيذهب إليه بأن لم يخالف الإجماع. طيب، قال أي بمسائل الفقه وقواعده. ما معنى قوله عالم بالفقه؟ أي عالما بمسائله وقواعده، أي اللي هو أصلا وفرعا. إذن العالم بمسائل الفقه وبقواعده، أي بأصوله، بأصول إيه؟ بأصول هذه المسائل. أي وبقواعده أي في مسائله، قواعده أي في مسائله، أي بأصول مسائله وفروعه، أي اللي هي المسائل المستنبطة، وبما فيها من الخلاف، ما في هذه المسائل من الخلاف. وهذا الخلاف كما قلنا إما أن يكون داخل المذهب، وإما أن يكون الخلاف يعني فيما بين المذاهب، فيسمى يعني قديما بعلم الخلاف، وهو المسمى الآن في الواقع بالفقه المقارن، مفهوم؟ أيوة. قال ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه. لماذا يعني يريدون منه أن يكون على علم بالخلاف حتى إذا ما صار مجتهدا وهو ليس بعالما بالخلاف لا يعني ليس يعني من المجتهدين؟ لأن يعني
لو لم يعرف الخلاف المذهبي ممكن يذهب إلى يعني استحداث قول يعني زائد على الأقوال التي كانت في المذهب في الفقه. قال يعني ليذهب إلى قول منه إلى قول من الإيه من الأقوال التي فيها خلاف مذهبي سواء كان داخل المذهب أو خارج المذهب، ولا يخالف يعني يحدث قولا لم يعني يقل به أحد من الأئمة، ولا يخالف بأن يحدث قولا آخر لاستزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليهم على نفيه. ضرب مثالا عندكم هنا، قال مثلا الوتر، السلف ذهبوا إلى أن صلاة الوتر إما يعني واجبة وإما مسنونة، نحن الشافعين نقول مسنونة والأحناف يقولون واجبة مثلا، مفهوم؟ فلو أنه يعني لو لم يعرف الخلاف ما بين الشافعية والأحناف في هذا المسألة لربما استلزم عدم العلم به إلى إيه؟ إلى إحداث قالون بأن يحدث قول الاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، لما يعني حتى لا يذهب فيقول يعني بأن الوتر إيه مثلا حرام. فمن أين عرفنا أن هذا الوتر منفي، يعني القول بحرمة الوتر يعني هذا يعني منفي؟ عرفناه بالاتفاق الذي حصل فيما بينهم على هذا الإيه على هذين القولين. فلهذا يقول هنا بأن لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه، يعني من كان قبله من الأئمة المجتهدين وغيره من أهل المذهب حيث لم يذهبوا إلى القول بحرمة الوتر، عرفنا أن هذا الرأي ليس يعني متفق عليه، عرفنا بأنه متفق على عدم إحداثه، على يعني استحداث هذا الرأي الثالث. ولهذا قال الشيخون ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث، ما مفهوم المخالفة يعني كيف يخالفه؟ قال يخالفه بأن يحدث قولا آخر. ما هو القول الآخر؟ مثلا قول آخر لم يقل به من قبله، يعني لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه. مثلا ما هو القول الآخر؟ القول بحرمة الوتر، هذا قول يعني أحدثه. لماذا أحدثه؟ أحدثه لأنه جهل الخلاف، فلو أنه عرف الخلاف لوقف عند هذين الخلافين ولم يتعداه. نعم. ولماذا يعني تعديته منفية يعني ولا يعني يجوز له أن يتعداه؟ قال لأن يعني عدم إحداثه، لأن عدم إحداثهم لهذا القول دل على اتفاق منهم على نفيه، دل على اتفاق منهم على، فكأنهم أجمعوا على نفي هذا القول بدليل اتفاقهم على 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 عدم وجود هذا القول، وبالتالي يعني استفدنا منه نفيهم له. فحينما اختلفوا في حكم صلاة الوتر منهم من ذهب إلى سنيتها ومنهم من ذهب على إلى وجوبها، استفدنا منه إيه؟ استفدنا منه حكما آخر وهو عدم وجود القول بحرمته، وكأنهم أجمعوا على عدم الإيه؟ على عدم القول بحرمة الوتر. فإذا ما كان يعني جاهلا بالخلاف فيما بين الأئمة الأربعة أو ما بين الأئمة السابقين في إيه؟ في هذا المسألة، ممكن يعني جهله يوقعه في استحداث قول لم يقل به أحد ممن تقدم قبله، وبالتالي يكون كأنه خرق الاتفاق، مفهوم؟ نعم. قال وأن يكون أيضا المجتهد كامل الآلة في الاجتهاد. ما هي الآلة؟ آلة المجتهد. قال أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. الساعة كام؟ الساعة 11. طيب يعني بنصف ساعة أو دون ذلك وننتهي. قال أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، فإذا لابد أن يكون على دراية بعلم بعلوم الآلة، منها النحو واللغة، لأنها آلات أي وسائل يستعين بها في فهم النصوص واستنباط الأدلة استنباط الأحكام من الأدلة ونحو ذلك، مفهوم؟ قال وأيضا ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، أي على معرفة
بحال الرواه الذين ينقلون الأخبار من حيث توثيقهم ومن حيث إيه جرحهم ونحو ذلك، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. فإذا لابد أن يكون على يعني مكنة من علم الحديث وعلى مكنة من علم رواة الرجال ويعني أخبارهم ويعني محلهم من التوثيق وعدمه. فإذا لابد من أن يكون على دراية بعلم الإيه الرجال. ولهذا كان الإمام التقي السبكي يقول في كتابه، يقول عن كتاب تاريخ نيسابور إنه من أعود كتب التاريخ فائدة على الفقيه. فلاحظ هو أيضا إنسان يدرس الفقه ولابد أن يكون على دراسة ودراية تامة بعلم الرجال، لأن هذا شيء مما يستعين به على إيه النظر في حال النقلة، النظر في حال النقلة من هم وما مرتبتهم وما يعني مكانتهم وما وثاقتهم. بالتالي لا نذهب إلى نقل الخبر من غير أن ننظر في حال الناقل، ثم بعد ذلك نبني على هذا النقل أحكاما، وهو الحال أن الناقل أصلا كذاب أو مجروح أو نحو ذلك يعني. فإذا نقع في إشكالية كبيرة، يعني أننا نستنبط ونحكم بناء على خبر أصلا لم يثبت، وهذه مصيبة كبرى. فإذا المجتهد ينبغي أن يكون على دراية وعلى معرفة بهذه القضية، وهو يعني أن يكون كامل، وحط تحت كلمة كامل خط، كامل الآلة مش ناقص، كامل الآلة في الاجتهاد، أي آليات الاجتهاد. وللشيخ سيدنا الشيخ علي، مولانا الشيخ علي، كتاب في هذا الباب اسمه آليات الاجتهاد، كتاب نافع ومفيد في هذا الباب ومهم جدا، يعني ينبغي أن يكون حاضرا في مكتبتك وحاضر في مقروءاتك أيضا إن شاء الله، ويعني تكون على فهم له ودراية. عارفا بما يحتاج إليه أي المجتهد في استنباط الأحكام. معروف أن الاستنباط هنا يعني فهو يشير إلى أن اكتمال الآلة في عقل المجتهد تجعل عنده ملكة الاستنباط، توجد عنده ملكة الاستنباط. فملكة الاستنباط يعني ملكة عظيمة جدا، وهناك ملكة أخرى ملكة الاستحضار. ملكة الاستحضار هذه دون ملكة الاستنباط في الايه في المرتبة. فعندنا ملكات أربع ذكرها عندكم في الفوائد المكية، ارجعوا إليها. فقال في استنباط الأحكام من النحو واللغة، أي هذه الآلات، ومعرفة الرجال الراوين للأخبار. أما رجال الأدب ورجال اللغة، عفوا رجال الشعر، هذه احنا يعني وإن كنا نحتاج إلى هذه العلوم، لكننا يعني بالنسبة لنا رواة الأخبار ونقلة الأحاديث والآثار هم محل البحث والأهمية والمكانة والتقدمة. ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. وأيضا من الآلات أيضا التي ينبغي يعني يشترط أن يكون حاضرا فيها تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يجب أن يكون عالما بعلم يعني عالما بتفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام يعني اختلف في كونها محصورة أو غير محصورة. آيات الأحكام قيل إنها محصورة في 500 آية تقريبا، وقيل هي محصورة في 200 آية، وقيل محصورة في 150 آية، وقيل لا هي غير محصورة أصلا. يعني ما من آية من الآيات إلا وتفسيرها يعينك على تفسير حكم أو استنباط حكم من الأحكام. لهذا القرآن حمال أوجه، ولهذا يعني لابد أن يكون المجتهد على دراية بتفسير القرآن كاملا. ولهذا يعني كما قال ذاك، ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير عظة قصة مثل، أو قصة عظة مثل، مفهوم؟ نعم. فيقول إن القرآن وإن كان فيه الأحكام وفيه الآيات الحلال وآيات الحرام وآيات الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، وفيه أيضا آيات البشارة وآيات النذارة، وفيه أيضا القصص، وفيه العظة، وفيه المثل. هذه كل آيات القرآن كلها تدور حول هذه المحاور التسعة. ألا إنما القرآن تسعة أحرف، أي محاور،
سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل. حلال محور، حرام محور ثاني، محكم محور ثالث، متشابه محور رابع، بشير أي آيات البشارة، نذير آيات النذارة، قصة فيها قصص، عظة مواعظ واعتبار، مثل أمثال. 9 محاور للقرآن الكريم. ألا إنما القرآن 9 أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل. حرام حلال محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثال. قال لابد أن يكون على دراية بتفسير تفسير وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، وقلنا هذا محل بحثنا. وكذلك أيضا تفسير الأخبار الواردة في تفسير أحاديث الأحكام، مفهوم. وكذلك أيضا هنا يجب أن يعني نضع في الاعتبار أن يكون المجتهد على معرفة كاملة بأحاديث الأحكام وتفسيرها وبيانها وما يستفاد منها. قال لأجل ليوافق التعليل، ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، حتى لا يخالف في تفسير في اجتهاده تفسير آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام ونحو ذلك فيقع في الخلل. قال وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره، أن يكون كامل الاجتهاد عارفا. عند كلمة عارف هذه يقول هي شروط المجتهد ولا إيه يعني، يعني هي من جملة الآلات. وما ذكره من قول عارفا إلى آخر من جملة آلات الاجتهاد، آلات الاجتهاد نعم. ومنها معرفته بقواعد الأصول، معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك نعم، وغير ذلك نعم. هنا انتبهوا في لب الأصول، هنا كلام النفيس. قاله في لب الأصول مع شرحه اللي هو غاية الأصول الشيخ زكريا الأنصاري. والمجتهد، من هو المجتهد؟ الفقيه، وهو البالغ العاقل، فقيه النفس. ما معنى فقيه النفس؟ يعني الفقه صار بالنسبة له ملكة وسجية وطبيعة، لأن فقيه اسم فاعل من فقها، وفقها إذا صار الفقه له سجية وطبيعة وليس من فقها أو فقها، لأنه من فقها فهم، واسم الفاعل منها فاهم، وفقها إذا سبق غيره في الفهم. ولكن هنا فقيه اسم فاعل من فقها، أي إذا صار الفقه له سجية وملكة راسخة وطبيعة. وبعبارة أخرى كما يقول هنا فقيه النفس، وبعبارة أخرى اختلط الفقه بلحمه ودمه، امتزج الفقه بالنسبة له، وصار الفقه بالنسبة له ليست صناعة إنما إيه يعني تفكير نعم. فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد كما هو حال بعض الأدعياء الآن. وإن أنكر القياس، حتى وإن قال أنا مالي ومالي يعني فقه النفس أصلا أنا ظاهري، ما تكلفنيش يعني أذهب في يعني الغوص في مقاصد الكلام والبحث في معاني الألفاظ، أنا ماليش دعوة في المواضيع ده، أنا رجل ظاهري وما علي من إيه من الألفاظ إلا بظاهرها. نقول ولو كنت ظاهريا لابد أن تكون عارفا وفقيها يعني في بالنفس، فقيها نفس. ما ينفعش يكون واحد عندنا أصلا بليد الطبع سقيم الفهم يعني جامد إلى آخره، كما يقول هنا يعني شديد الفهم، مش محتاجين واحد يكون عندنا بليد نعم. حتى لو كنت يعني منكرا للقياس فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، يعني إنكارك لهذا الفقاهة لا يعني يجعلك يعني في عفو أو في إيه في مجاز لهذا القيد. يعني قال العارف بالدليل العقلي أي البراءة الأصلية ذو الدرجة الوسطى عربية، يعني بمعنى أن تكون في علم العربية بلغت إلى درجة وسطى، وإن لم تبلغ إلى مرتبة سيبوي والكسائي مثلا، يعني عربية من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان، وأصولا للفقه ومتعلقا للأحكام من كتاب وسنة، وإن لم يحفظ متنا لها، مفهوم. قال ويعتبر للجهاد لا ليكون صفة للمجتهد، مما يعني أيضا مما يشترط ويعني يعد شرطا معتبرا أن يكون خبيرا بمواقع الإجماع. لكن هذه الأدلة يعني خبيرا بمواقع الإجماع، عالما
بما يعني بالمسائل المجمع عليها، لكن هذه ليست من شروط المجتهد، إنما هي من شروط إيقاع الاجتهاد. إذا ما أراد أن يجتهد في جزئية ما لابد أن يكون عالما بمواطن الإجماع في هذه الجزئية. فهمتم؟ يعني هذا معنى قوله ويعتبر للاجتهاد، أي لإيقاع الاجتهاد في مسألة ما، أن يكون خبيرا بمواطن الاجتهاد فيها. وإن لم يكن هذا وليس بالضرورة أن يكون يعني من شروط المجتهد أن يكون خبيرا خبيرا بمراتب الإجماع ومواقعها. هذا ليس شرطا للمجتهد، ولكنه شرط لإيقاع الاجتهاد في الجزئية أو في الواقعة أو نحو ذلك. قال أيضا ومما يشترط أن يكون يعني شرطا لإيقاع الاجتهاد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وحال الرواة، ويكفي زماننا الرجوع لأئمة ذلك من المحدثين إلى آخر الكلام الذي هو يعني ذكره وهو نفيس. وبالتالي هنا في كلمة نفيسة هنا في آخر النقل، قال ولا يعتبر لا في الاجتهاد ولا في المجتهد علم الكلام. علم الكلام لا يشترط أن يكون شرطا في الاجتهاد ولا في ولا يعني في الاجتهاد، لأنه ليس من مناط البحث. نعم. ولا تفاريع الفقه، يعني المسائل المفرعة من جزئيات الجزئيات، ولا الذكورة والحرية والعدالة، لأنه ممكن يكون مجتهد هو فاسق، ممكن يكون مجتهد هو عبد، وممكن يكون مجتهد هو يعني أنثى، هذا يعني محترزات. طيب، قال الشيخ ومن شرط المستفتي اللي هو المستفتي المقلد هناك. طيب لماذا ذكره؟ يعني تتميما للقسمة فقط، يعني طالما أنه ذكر المجتهد فخلاص، علشان أنت تريد أن تعرف من هو المجتهد، يعني من باب يعني في يعني ينبغي أن تكون على دراية بمن هو المقلد الذي أصلا لا يمكن له الاجتهاد، حتى يعني تقول له قف عند حدك ولا يقلد، المقلد لا يقلد. نعم، من هو المقلد؟ قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل الإيه، ومن شرط المستفتي ذاك المفتي المجتهد، من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. وبالتالي من أهل التقليد لا يجوز للمجتهد أن يكون مقلدا. نعم، خاصة ماذا؟ إذا كان كما هنا مرة مع سيقول هنا وإنما نهى المجتهد خاصة عن تقليد دون من لم يبلغ رتبة هذه الرتبة. لذلك يعني من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هذا له أن يقلد، لكن كشأن الواقع الآن، لكن إذا بلغ الإنسان رتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد، بل لابد عليه أن يجتهد. لهذا يقول هنا ومن شرط المستفتي إذا ما أراد أن يأخذ حكما عن مجتهد وهو من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يكون مستفتيا، بل لابد عليه أن يعمل النظر يعني استعمل المقدرة والملكة ويبذل الوسع لأنه من أهل الاجتهاد، فيستخرج الحكم ولا يقلد. وبناء عليه كل ما تقرأه من نهي السلف عن التقليد، نهي السلف عن التقليد إنما هو محله في من كان يعني طلب التقليد وهو من أهل الاجتهاد. أما من لم يطلب من أما من طلب التقليد هو من ليس من أهل هو ليس من من ليس من من أهل الاجتهاد، فهذا أصلا يعني شأنه، وبل يجب عليه أن يسأل أهل الذكر. وإذا ما نظرت في بعض ما ينقله بعضهم عن الشوكاني وغير الشوكاني من النهي وما يأتون به من النصوص عن السلف في النهي عن التقليد، فمحل هذا النهي ومصب هذا النهي إنما هو واقع في حق من كان من أهل الاجتهاد، هذا الذي لا يعني لا يقلد. أما من كان من أهل من العجز عن مرتبة الاجتهاد هذا واجب عليه أن يقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لا يقع الإنسان في خلط ويقع في وهم، وبالتالي يذهب فيأتي بالأحاديث والآثار وكلام العلماء في النهي عن تقليدهم وكلام العلماء في الزجر عن التقليد، فهذا كله محله في شأن المجتهد الذي أصلا ما يريد أن يبذل الوسع وهو مجتهد. أما من كان عاجز عن من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا أصلا لا يجوز له أن يجتهد، لأنه ناقص الآلة ويعني ضعيف الملكة، يعني يجب عليه أن يقلد ويسأل مجتهدا. فيقول ومن شرط المستفتي اللي هو المستفتي المقلد أن يكون من أهل التقليد، يعني هنا ليحترز به عن المفتي المجتهد، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، يقلد المفتي فين؟ في الفتية بس. فالمفتي
يعني المقلد يعني مذهبه مذهب من أفتاه، نعم، أن يقلد، أن يكون من أهل التقليد فيقلد فإن لم يكن من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن إيه؟ أن يستفتي، بل يجب عليه أن يبذل الوسع في استخراج الاستنباط، في استنباط الحكم من الدليل، فيقلد المفتي في الفتية. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن إيه؟ أن يستفتي، مفهوم؟ نعم، هذا مستخرج من هذا القيد، نعم. كما قال وليس للعالم أي للمجتهد أن يقلد لماذا ليس له أن يقلد؟ قال لتمكنه من الاجتهاد. وبالتالي هذا هو الذي محط الذم عن التقليد من السلف حينما جاءوا ونهوا عن التقليد، إنما نهوا من كان عالما مجتهدا، أفهمتم؟ نعم. فلا يأتي أن بعض الجهلة أو المتعالمين فيأتي بهذه النصوص ويعني ينشر على الناس يقول انتبهوا الكتاب والسنة، اذهب وخذ كما قال فلان وقال فلان، ويعمل يعني دوشة في ذهن العوام ويقول للعوام كلنا كتاب وسنة، يعني انتم شافعية مالكية حنابلة، يعني فرقتم الأمة وشتتتم الأمة، ويأتون بمثل هذا الكلام الضعيف المتهالك الذي أصلا ليس له حط محل من ليس له محل من النظر. فلاحظوا هذه من الشبه الذي يستغلها هؤلاء الأدعياء والعياذ بالله تعالى. قال والقبول والتقليد، ما هو التقليد؟ طالما أننا عرفنا من هو المجتهد ومن هي وما هي آليات ما هو الاجتهاد ومن هو المجتهد، وعرفنا الآن من هو المقلد وما هو الآن ما هو التقليد. قال والتقليد قبول قول الغير بلا حجة، هذا التقليد، قبول قول الغير وقبول قول قبول ما معنى قبول؟ العمل بما يعني يفتيه به المفتي، قبول قول ما يفتيه به المجتهد، قبول قول القائل بلا حجة. وبالتالي المصيبة الآن حينما تجد واحد من المقلدة أو من العوام وإذا بكت يعني تورد له الحكم فيقولك أت الدليل. طيب هو أنت الآن مجتهد ولا مقلد؟ يقولك كده، أول ما تقول له قبول قول الغير، ما معنى قول الغير؟ الحكم، يعني أنا ما عندنا للمجتهد، ماذا نريد من المجتهد؟ الطعام يعني، نقول له هات لنا سلطة ولا فول، نريد منه حكم، ما حكم المسألة الفلانية؟ واجبة، حرام، حلال، مندوبة، مكروهة، صحيح هذه المعاملة، فاسدة هذه المعاملة، مفهوم؟ هذا هو الذي نحتاجه من المجتهد، يعني قول المجتهد أي في شرع في الحكم الشرع، مفهوم؟ هذا هو قول المجتهد. فإذا أنا حينما أكون مقلدا فأقبل التقليد، هو المقلد يعني مطالب بالتقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، واجب عليه أن يقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطيب فيسألك وكيف يعني، كيف يعني، ما هي يعني أنا الآن مقلد وما هي عملية التقليد؟ يقول يعني عملية التقليد هو قبولك لقول الغير، هذا الغير المجتهد، قبول قول القائل بلا حجة. ما معنى بلا حجة؟ بلا حجة يذكرها لك، فأنت تقبل لأنك في الحقيقة أنت مقلد فقط، يعني مهمتك أنك تسأل فتأخذ الحكمة ولا يعني. فإذا ما يعني طلب الحجة إذا لابد أن يكون أن يكون مجتهدا لأجل أن يعرف ما هو الدليل وكيفية الاستفادة منه، مفهوم؟ لكن أنا عندما أورد له الدليل وهو لا يعرف كيف يستفيد منه، فإذا ما يعني أين وجه الاحتجاج أصلا؟ يعني وجه الاحتجاج أن أعرف أنه صحيح ولا ليس بصحيح؟ هذا ليس كافي في الاحتجاج، هذا ثابت ولا ليس بثابت؟ ليس كافي في الاحتجاج، الاحتجاج يحتاج إلى ثبوت وإلى دلالة وكيفية الاستفادة، حال ترتيب الأدلة، عمليات الاستفادة، كيفية الاستفادة، كل هذا من الاحتجاج، يعني ليس الاحتجاج فقط ثبوت وعدم الثبوت. ولكن للأسف نحن واقعين في واقع مؤلم مع هذه الشبه التي يلقيها بعض أدعياء الكتاب والسنة، ووصلنا إلى هذا الآن المصيبة التي نحن فيها. نعم. فإذا قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، والقائل هذا والحال أن القائل هذا مجتهد، فلا تذهب فيذهب المستفتي إلى غير المجتهد يعني يقلده، فالمقلد لا يقلد مقلدا إلا، لكننا الآن والحالة أننا يعني قد ضعفت آليات الاجتهاد وقد يعني صار المفتي
الآن ناقلا للفتوى، فخلص لا محال في أنك تأخذ بقوله وإخباره، لأنه هو يعني ناقل للمذهب، وبالتالي فالمستفتي هنا، فالمفتي هنا إيه؟ فالمفتي هو مجتهد مجازا فقط. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن هذا الآن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني يعد للقبول، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي كالصحابة وكغير الصحابة ممن يأتون يقبلون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعملون به، وهم يعني من أرباب الاجتهاد، فهل هؤلاء يعدون مقلدين ولا يعدون مجتهدين؟ فقال يعني قبولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، لكن في الحقيقة الأمر لا، وإن كان هذا يعني يسمى تقليدا، لكن في الحقيقة الحجة هو صلى الله عليه وسلم. فأين يعني ففي يعني فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره، فعلى هذا على هذا يعني قبول قول الغير أو قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، كمثلا يعني سيدخل في هذه الحالة من أفرادها من يقبل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من غير فيما يذكره من الأحكام بلا حجة. فهل هذا يعد القبول من هؤلاء الصحابة وغير من المجتهدين يعد أيضا تقليدا من المجتهدين؟ فيقول لك نعم، إذا قلنا أنه قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فسيصير من أفرادها من يقبل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقله ويذكره من الأحكام بلا حجة، والحال في هذه الحالة أنهم سيصيرون يعني مقلدة. فرده بعضهم بأن هو صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة، وبالتالي ما ينقله ما يذكره من أحكام هي يعني إذن يعني علمت هذه الأحكام، وعلم وجه الاحتجاج بها، لأن صلى الله عليه وسلم هو حجة فيما يذكره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يسمون يعني مقلدا، ولا يسمى هذا القبول تقليدا، ولا يسمى هذا القبول تقليدا. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فبالتالي بين هذا التعريف وهذا التعريف للتقليد مغايرة، من حيث إن التعريف الأول هو قبول قول القائل بلا حجة عام، يعني فيما يعني إذا ما كنت تعلم مصدر علمه، وأنك تعلم أنه يعني مصدر علمه، فلهذا قال مع العلم بمأخذ القائل الأول، أنت تعرف معرفة لكنك لم تطالبه، لكن هذا الثاني أنت لا تعرف من أين مصدر، مأخذ الحكم عند قبول قول القائل أي المجتهد، وأنت لا تدري من أين أخذه أي ما أخذه. وهذا يعني فهذا وجه الفرق ما بين التعريف الأول والتعريف الثاني. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله أي لا تعلم مأخذه من مأخذه في ذلك، اللي هو مأخذ الحكم أي المدرك، مدرك الايه مدرك الحكم، ومدرك الحكم أي دليله ووجه دلالته. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وهنا يعني نذهب إلى مسألة أخرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجتهد أو لا يجتهد صلى الله عليه وسلم، وهل إذا ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فهل هذا الاجتهاد قد وقع منه في بعض ما نقله لنا من أحكام، أو أن هذا فقط جائز عقلا ولم يقع في الواقع إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا شيئا من الأحكام عن اجتهاد دون عن وحي من غير وحي. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، مثالنا وهو الصحيح عند الإيه يعني عند الأصوليين، لكن يعني هذا الصحيح عند الأصوليين، من الأصوليين من رده، مفهوم. قال فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا أنه لا يجتهد وإنما عن هو وإنما يقول عن وحي، عن وحي مش عن وحي، عن وحي هنا مضمومة يعني صلحوها، عن وحي وما يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي، لاستناده إلى الوحي. وهذا يعني كما قلنا يعني منهم من رجحه، وكان مولانا وأستاذنا الشيخ علي جمعة حفظه الله يرى هذا الرأي ويعني يستوجهه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن ظهر في بعض الروايات أنه كان يعني فيما هو ظاهر أنه عن قياس أو عن إعمال للرأي، لكن صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا هذا رأي وجيه وهو الصحيح الذي يعني استوجهه.
وأما الاجتهاد، ما تعرف الاجتهاد في مقابل التقليد؟ قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض أي المقصود من العلم ليحصل به، وقد عرفه عندكم في جمع الجوامع باستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة، بدأ الآن يتكلم في قضية الإثابة وعدم الإثابة، إذا كان الإنسان الآن قد بلغ رتبة الاجتهاد وبذل وسعه فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، لكن إذا ما لم يكن يعني قد استكمل آلة الاجتهاد، وبالتالي في هذه الحالة نذهب إلى أن الخطأ الصواب متعدد ولا الصواب يعني واحد؟ نعم سيذهب إلى. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع ليحترز بها عن الأصول عن مسائل العقيدة والكلام، قال فالخطأ في مسائل الكلام والعياذ بالله لا يعني لا يثاب عليه ولا يعني بل يعاقب، وممكن الخطأ يعني يخرجك عن الملة والعياذ بالله. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال لبعضهم لما أراد يعني أن يشتغل بعلم الكلام، قال يعني هل لك بعلم إن أخطأت فيه إن أصبت فيه يعني أثبت، وإن أخطأت فيه لم تأثم؟ قال نعم، قال عليك بالفقه. فإنه لما قال له هذا علم، إن أصبت فيه أثبت، وإن أخطأت فيه كفرت. نعم، فهل لك بعلم إن أخطأ أن أصبت فيه أصبت فيه أجرت مرتين، وإن أخطأت فيه لم يعني أيضا أثبت أو يعني لم تكفر كما يعني فيما أحفظ؟ قال ما هو؟ قال عليك بالفقه. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة أي كامل الآلة أي كامل الآلات الاجتهاد في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، واحد على الاجتهاد هذا الأجر الأول، والأجر الثاني على الإصابة، مفهوم؟ هذا أجران. وإن اجتهد فيها، والحال أنه كامل الآلة، انتبهوا، بخلاف ما لو كان مقصرا أو ضعيف الآلة، فإن هذا الاجتهاد والعياذ بالله يعني موقع له في في الإثم، لأنه يجترئ على البحث في أحكام الله تعالى وهو لم يعني يكتمل لم يعني لم تكتمل عنده الآلة، يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم. وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده فقط، يعني على خطئه ما فيش يعني إثابة، نعم، فله يعني أجران ذاك المصيب لأنه اجتهد، فله أجر على اجتهاده وأجر ثاني على إصابته الإصابة، لكن هذا اجتهد فأخطأ فله يعني أجر واحد على اجتهاده والخطأ ولا أجر له على الخطأ ولا يعني إثم له على الخطأ، لأنه بذل وسعه ويعني أقام السبب في استخراج الحكم لكنه لم يصب، وسيأتي ذلك. لكن هذا بناء على على أن الصواب واحد ولا يتعدد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن حكم الله تعالى بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلد ما أدى إليه اجتهاده. ثم قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، كما قلنا هذا احتراز عن قول في الفروع، لأنه في هذه الحالة لو قلنا أن الأصول الكلامية ومسائل العقائد أن كل مجتهد فيها مصيب فيؤدي بنا إلى أننا سنصوب يعني الكافر والملحد والمعتزلي وكل هؤلاء يعني يثابون على على ما يعني اجتهدوا فيه من يعني من مسائل الكلام وصلوا فيه، وبالتالي يعني النصراني في مسألة التثليث يعني ايضا مجتهد وبالتالي مصيب يعني والعياذ بالله، هذا يعني شيء يعني خطير. ولهذا لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية، بل اذا ما قلنا كل مجتهد مصيب نقول كل يعني مجتهد يعني مصيب أو مثاب، إنما نقول في نقول كل مجتهد في الفروع لابد من التقييد. فولا يجوز أن يقال، لاحظوا لا يجوز أن يقال، نعم لا يجوز أن يقال كل يقال أو يعني يعتقد، نعم كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب الآراء والعقائد الفاسدة، تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، يعني النور والظلمة هم مصدران
يعني تكوين العالم، مفهوم؟ وتولد منهم العالم، يعني كل ما سوى الله، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل أو بعثة الرسل، والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلقه كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك من مسائل الكلام التي جرى فيها اختلاف مقالات المتكلمين ونحوهم يعني. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل كل مجتهد ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل من هناك من يعني في الفروع من هو مجتهد ومصيب، ومن هو مجتهد ومخطئ. وبناء عليه هذا يعني من يقول أن كل مجتهد في الفروع مصيب هم المصوبة، أما من يقول بأن هناك يعني مصيب وهناك مخطئ، دليلهم قوله عليه الصلاة والسلام وقوله قال وليس ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. لكن انتبه، من اجتهد هذا ليس من قبيل العام المطلق، ليس عاما، بل من اجتهد وهو متأهل للنظر وهو من أهل الاجتهاد، من اجتهد وهو يعني من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ، فأثبت كونه يعني أثبت صلى الله عليه وسلم وجود اجتهاد ووجود خطأ، وجود الاجتهاد ووجود الخطأ في الاجتهاد، قد يعني يخطئ المجتهد وحتى وإن كان من أهل النظر والاجتهاد. وهذا يقول هذا الدليل، وأين وجه الدلالة؟ قوله عليه الصلاة والسلام قال وجه الدليل، أي يعني كيفية الاستفادة من الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري، ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم، مش اجتهد المجتهد، إشارة إلى أن الحاكم يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، وبالتالي الحاكم المجتهد إذا اجتهد فله فأصاب فله أجران، والحاكم المجتهد إذا ما اجتهد فأخطأ فله أجر، أي على اجتهاده دون خطئه. قال فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، والله أعلم. وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد أتينا على آخر هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويعني وبعد طول عمر في خير ولطف عافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ويجعلنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وأن يعني يسلك بنا وبكم مسالك أهل العلم، وأن يجعلنا من أهل العلم ومن أهل الصلاح والتقوى والعاملين بالعلم على وجه الإخلاص والصدق، وأن يمنع عنا الموانع، وأن يزيل عنا الشواغل، وأن يصرفنا إلى ما فيه طاعته، إلى طاعته ورضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم وأحكم. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح، صلاح القلب والجسم والروح، والتوبة النصوح إلى روح من تعلمنا منهم هذا العلم، إلى روح الإمام الجويني، وإلى روح الإمام المحلي، وإلى روح سائر العلماء والعاملين والفقهاء والأصوليين، وإلى من ذكرناه في دروسنا ومجالسنا، ومن له فضل علينا، ومن له يعني فضل في تعليمنا وإرشادنا. وجزى الله تعالى الدكتور أمجد خير الجزاء فيما قام به من تعليقات نافعة استفدنا منها فائدة طيبة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع به في خير ولطف وعافية. آمين اللهم آمين. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ضالين. آمين. اللهم آمين. العفو منكم، طولنا عليكم وأخذنا من وقتكم ويعني أشغلناكم، فسامحونا أسهرناكم يعني. الله يحفظكم ويراكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله في الخميس القادم بإذن الله تعالى، إذا ما أطال الله الأعمار
وأزال العوائق والموانع، إن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم. سنبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب في القواعد الفقهية، وهو كتاب حسن البيان لأخينا الدكتور عبد الرحمن السقاف، وهو كتاب موجود ومطبوع، وستجدون الإعلان عنه في هذه الصفحة إن شاء الله تعالى. بارك الله تعالى فيكم، ويعني سنقرأ في هذا الكتاب، ويعني إذا ما ختمناه سنأخذ كتابا آخر في أصول الفقه أيضا مرة أخرى يعني. بارك الله فيكم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه.